جاتني شكوى من اهالي منطقه ابو خريطه حي غرب شبين الكوم محافظه المنوفيه. الناس بيشتكوا متضررين من وجود مقلب كمامه عمومي بجوار منطقه سكانيه ادى لانتشار الامراض والحشرات الزاحفه بسبب حرق القمامه والمخلفات الطبيه في مستشفيات المحافظه وانبعاث الادخنه ذات الروائح الكريهه، وده عمل بوار للارض الزراعيه وسرطان للزراعات اللي بياكل منها الشعب المصري. هنشوف المشكلة وهنشوف رد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية على شكوى أهالي منطقة أبو خريطة بشبين الكوم. المقلب ده بقاله اكتر من 35 سنه محدش بصله. الناس هنا تعبانه فعلا، تعبانه من صدر الاطفال عندها يعني الصدر، مستشفى الصدر مليانه من المنطقه بتاعتنا دي، ورحنا المحافظ اللي هو قبل ده ورحنا للمجلس المدينه، كله مسكنات بصراحه. كل شيء هنا مات، الاراضي ماتت من الزرع، سرطنت الاراضي كلها، البني ادم مات، يعني في حالات هنا وفاه كتير جدا من ضيق تنفس وامراض القلب. ونتمنى من السيد المحافظ ان هو يحل المشكله ديت، حرام اللي بيحصل في الناس دي. بيتنا اهو قدام المقلب بالظبط، جايب لنا القرف وجايب لنا العيل، احنا والعيال ومأذيين من والدخان لما بيقلب بيجي علينا، بنجري طبعا على الصدر وعلى المستشفيات بالعيال الصغيره، والشاكينا كتير وعملنا كتير وما فيش حد بيجي هنا يقول لنا انتوا فين حاجه. احنا بنطالب دلوقتي ان هو ينشال يمنع عننا اي حد هنا وحش، والامراض والحته ان تلات سرقه وان تلات حراميه هنا برضه مستخبي فيها كل الناس الوحش. دي مش منطقة مناولة زي شبرا والمظلات وبقية القاهرة. حريق 24 ساعة وكل سنة بيرتفع، الدخان 24 ساعة لما بيقلب ويجي هنا اتجاه الريح عكس اتجاه الريح بياخد الحي الغربي كله من طريق المية، والمنطقة دي كلها بتتأذى منه. الحكومة بتاخد حقنا، ما بتديناش حقنا ليه؟ كده حرام وظلم. العيال اللي عمالة تتعب ديت، واللي بيتعب التعب اللي بيخش في جسم الإنسان ما بيطلعش، وكذا واحد يجي يوعد ان هو هيشيل ولا بيشيلش. المقلب هنا عاوزينه ينشال عشان العيال بقت مرضى، وبنروح المستشفيات كل يوم ما فيش علاج، والمستشفى بترجعنا يعني هنجيب منين احنا؟ معناش المقلب دلوقتي احنا يعني بدأنا في اجراءات ازالته. بالفعل شلنا تلته دلوقتي بتكلفه 3 مليون جنيه. المشكله كانت كبيره قوي، فيعني يمكن دلوقتي احنا بدانا ناخد اجراءات ان شاء الله لاتمامها وانهائها يعني. بس ده مش معناه ان المحافظين السابقين كانوا مقصرين، لا، هو المحافظين السابقين كل واحد فيهم خد خطوات في هذا الموضوع، ولكن الخطوات لم تتم. فاحنا دلوقتي بدانا بخطوات ان شاء الله تكون اسرع شويه وتتم ان شاء الله وتنتهي يعني. في اجراءات تعاقد مع شركه كنديه لعمل مصنع بيوجاز عشان تطلع طاقه، وبرضه في شركة ألمانية مقدمة عرض بندرسه دلوقتي لعمل 10 مصانع صغيرة للتخلص وتدوير القمامة في 10 مقالب على مستوى المحافظة إن شاء الله. لما الإنسان يفقد الأمل بينتحر،